السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعي قناة طرز رشا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت في فيديو جديد اللي هو ان شاء الله غادي ينال الاعجاب ديالكم، وهو فيديو ان شاء الله مختلف تماما. غادي نديرو ان شاء الله الدرس ديال اليوم اللي هو درس، وبالنسبة للمبتدئات الى بغاو ان شاء الله يطوروا من ريوسهم وبغاو يديروا شي حاجة يستفدوا منها. بحال هذا الدرس اللي غادي ندير اليوم هو عبارة عن فوطة، ان شاء الله غنوريكم كيفاش غادي نخدموا الفوطة بطريقة بسيطة. كيف ما قلت لكم بالنسبة للمبتدئات ماشي مشكل انهم يجيبوا فيطات ويقدوهم وهذا ويبيعوهم، ماشي مشكل. يعني يبداو بشوية بشوية، واخا هما مبتدئات معليش، المهم الانسان يدير هكا ويدير هكا، لان هاد الفوطه هادي غادي تخدم ان شاء الله بطريقه بسيطه باذن الله. المهم اول حاجه كنحتاجو لهاد الفوطه هادي كنحتاجو سينتاساتان، كيف ما كتشوفوا معايا هادي هي السينتاساتان الصغيره كاع في السينتاساتان. كنحتاجو الدونتيل على هاد الشكل هذا اللي فيه هاد العوينات يكون ابيض. كنحتاجو ستان ولا دوميسوا. بالنسبه الفوطه فوطه بيضه ماشي مشكل تكون فيها البنده، انا كنت عوانه ناخذ اللي ما فيهاش البنده، ولكن تلاقيت فيها البنده وتلاقيتها مطروزه من هنايا ومدوبله، انا حليتها وحيدت لي هاد الطريزه هادي باش نستغلها. المهم بالنسبه للون، اي لون بغيتو باش تخدموا الفوطه خدموه بيه، يعني الا بيتو تخدموا ديرو شيبي في الفوطه خدمو بالسينتا في الشيبي اونبرون في الشيبي. اول حاجه عفوا وهاد الرشيمه هادي ضروري ما كنحتاجو لهاد الرشيمه ان شاء الله اللي غادي نخدموها في نخدموها في الورادي. كنشدو الساتان طريف ديال الساتان اللي كيشيط لينا من الحاشيه، كندوبلو على جوج، كنحطو كنحطو التيكربون من التحت، يعني تحت من الستان، وكنحطو التيكربون فوق منه، عاد كنحطو ديك الرشيمه وكنطراسيوها. يعني هاد الزواقه هادي هاد الورده هي ساهله، بيديرو ثلاثة د الورادي يعني على حسب العرض ديال الفوطه، بيديرو ثلاثة ديال الورادي راه كديرهم بهاد الطريقه. يعني ملي كتحلو راه كتلقاو ورده هنا وورده هنا، بغيت ديرو ثلاثة راه كتحطو ثلاثة. المهم ان شاء الله تبعوا معايا حتى الاخر. بسم الله، اول حاجه شنو غادي ندير بالنسبه لهذا الستان هذا، غادي نشدو غادي نحطو بهذه الطريقه هذه. انا بديت يلاه معليش غادي نحلو نعاود معكم. هذا هو الستان، كنحل هذا الستان هذا كنبدا من هاد الحاشيه هادي كيف ما كتشوفوا، كنشد هاد الحاشيه كنتنيها كندوبلها على جوج. بسم الله، كنشدها بالفنيتات ضروري البنات تشدو بالفنيت. كتجيو لهاد القنط هذا، هاد القنط هذا كتنيو، يعني كتنيو هاد القنط هذا ضروري تنيوه وتشدوه حتى هو بالفنيطه، يعني فينيسيون قبل ما تبداو، كتفينيو قبل ما تبداو. ها هما الثوب، كتشدوه بالفنيت، يعني كله كتشدوه بالفنيت. كيف ما قلت لكم كتخليو هنا سنتيم ولا سنتيم ونص، تدخلوا هاد التوب هذا كتتني وكتشدوا بالفنيت. ان شاء الله انا غادي نكمل ونعاود نرجع. انا رجعت معكم. بالنسبه للخطوه الثانيه، حنا درنا الخطوه الاولى، بالنسبه للخطوه الثانيه غادي نعبروا 10 ديال السنتيم، يعني غادي نبداو من هنا لهنا 10 ديال السنتيم. غادي نطراسيو بالقلم، غنشدو 10 ديال السنتيم و
وغادي نمشيو حتى نكملوها تماما حتى الاخر ديال الفوطه، يعني العرض كله ديال الفوطه كيف ما كتشوفوا معايا. هاد الفوطه البنات راه كتجي زوينه. اشنو كديروا ملي كتكملوا؟ كتراسيوه بالقاع ديال المبروم، كتحاولوا تراسيوه بالقاع ديال البوبينه ديال المبروم. كتجيو من هاد اول حاجه كتجيبو درهم، كتجيبو درهم كتراسيوه، ها وحده ها جوج كتراسيوهم هما صغار. ثالثه ضروري ما غادي نديروها كبيره شويه باش تعطينا شكل زوين للفوطه. ملي كنطراسي بالقاع ديال البوبينه كنعاود نطراسي تاني بدرهم. انا غادي نخدم عشوائي كنمشي بهاد الطريقه هذه حتى كنكمل، يعني حتى كنكمل حتى الاخر كما العاده. ملي كنطراسي وكنوصل للقنت ديال هاد الزواقه، القنت عفوا ديال الفوطه كنقطع، كنخلي واحد السنتيم ما ندخل في الداخل ديال باش نفيني، يعني بهذه الطريقه هذه. كيف ما درت لديك الجهه الاولانيه غنديرها حتى في هذه الجهه هذه باش تكون لي الفوطه مفينيه تماما. البنات هذه الطريقه درتها باش تجيكم سهله، اما انا كنخدمها عشوائيه كتجيني مزيانه غير باش نفهمكم باش تجيكم سهله ما تجيكمش صعيبه هذه الخدمه ديال الثوب. المهم ان شاء الله غادي تتبعوا معايا الطريقه كيفاش غادي نخدم. اول حاجه غادي نديروها في الخدمه ان شاء الله غادي نشدو بالخياطه كيف هذه الطريقه هذه. كنجيو الحاشيه ديال التشنف كنشدو بالخياطه، الخياطه تكون رقيقه يعني ما تكونش الغلظه ديالها متكوكه باش نشدوها الدوميسكو وصافي. ولا كنمشيو ليها بهذه الطريقه غير باش نزولو الفنيت باش ما يضربوناش في يدينا. بالنسبه لهاد التشنف هذا غادي ندوزو عليه بحال التشنف اللي ديجا درناه في واحد الفيديو، تشنف عادي جدا كندوزو عليه بالدجاج بلا مرمى. المهم من بعد غادي نمشي غادي نقطع بهذه الطريقه هذه، غادي نزول كامل هذا الستان دوميسوا اللي بقى ليا غادي نزوله كله بالمقص، يعني كل شيء هذا الشيء غادي نحيدو وغنحيد دوك الفنايت. طريقته راه ساهله باش كيتحيد، المهم ان شاء الله انا غادي نكمل
ونعاود نرجع. في هذه الاثناء هذه انا غادي نبدا نخدم ان شاء الله، غادي نطلقوا العراض، غديروا العراض، غادي نبدا من هنايا من هذا الراس ديال التشنيفه وغنمشي لحتى لهذا الراس ونعاود ندور ونخدم بالعراض. بسم الله. واحد الحاجه، الا بغيتوا تخدموا بالمرمى غديروا الملاقيه من هنايا والملاقيه من هنايا، يعني الملاقيه عاد تركبوا في المرمى. بسم الله. ضروري الفيزلين البنات، ضروري باش يجيكم، باش يجيكم الخط مطقون. كنوصلوا لهذا القنت هذا، اش كنديروا نتوما؟ غديروا المرمى، انا غادي نشد في هذا القنط، غنحاول نحكم صباعي فيه ونبدا نخدم في العراض. انا غادي نكمل حتى نوصل للقنط ونعاود تاني نرجع معكم. كيف ما قلت لكم ها هو وصل للقنط ان شاء الله، كيف ما كتوصلوا للقنط كيف ما وريتكم في المره الاولى، القنط الاولاني، القنط الثاني غتجيو للحاشيه كيف حبستوا الطرز. غادي تطلقوا العراض، غادي نمشي به حتى الحاشيه ديال هاد التشنيفه. غادي نرجع وانا دايره الفيزلين، يعني كيف ما قلت لكم كنقول لكم ديما الفيزلين باش تجيكم الخدمه متقونه. الفيزلين اللي كيتحيد، يعني الفيزلين ما يكونش كيبقى لاصق في البياسه. شنو كنديروا؟ كنجيو لهاد الجهه الاولى اللي خدمنا، كنجيو للحاشيه ديال التشنف، كنشدو في الراس ديال التشنيفه هنايا، كنشوفو العراض، كنخدمو تشناف عادي. كيبان لكم ما كنبغيش انا نخدم بالمرمى صراحه. المهم انا غادي نكمل عاود نرجع معكم. هذا هو الشكل ديال هاد الباندا التحتانيه، هي الاولى يعني المرحله الاولى هكذا كتخرج كيف ما كتشوفوا معايا، راه كتخرج من فين هي. من بعد كنشد هاد الرشيمه هذه اللي وريت لكم، هذه كنطرسيوها في الطريفات ديال الستان اللي شاطوا لينا من الحاشيه ديال هاد التوب هذا، كنطراسيوهم. انا عندي فوطه فيها نص متر في العرض، اذا غادي
غادي يخصوني 3 ديال الوردات، يعني 3 ديال الوردات من هادو غنطرسيهم في الستان وغنشدهم بالفنيتات. اشنو كندير؟ انا عبرت غير عشوائيا، عبرت من هنا لهنا 4 ديال الصباع، من هنا لهنا 4 ديال الصباع، كنمشي تاني للوسطانيه كندير 4 ديال الصباع، الثالثه 4 ديال الصباع فقط، يعني ما فيها لا عذاب لا والو. شنو كندير؟ كنشدهم كلهم بالفنايت، شديتهم كلهم بالفنايت. هادو دابا نخدمهم بالمرمى. اشنو غادي ندير في هذه المرحله؟ غنمشي ندير لهم الزيكزاك هو الاول، يعني الزيكزاك، ونقطعهم بالمقص عاد باش نرجع نعمر عليهم ان شاء الله. كيف ما قلت لكم ان شاء الله غادي نديروا لهذا بالزيكزاك، شوفوا معايا زيكزاك عادي. ضروري عاد باش كدوروا المرمى كتخدموا تاني بنفس الطريقه، وحده على اليمين وحده على اليسار. كتحيدوا ليها، كتقطعوها، كتقطعوا ليها الستان، يعني انا قطعت واحد شويه كنجي كنكمل، يعني كتقطعوا كامل هذه الحاشيه هذه كتزولوها. ضروري يكون عندكم مقص ماضي باش تقدروا تقطعوه بكل سهوله، بكل سهوله. اشنو كنديروا في هذه المرحله هذه؟ كنجيو كنعمروا، يعني كنخدموا الورده. كنحاولوا نتقلوا يدينا، نحاولوا نتقلوا يدينا باش تعمر الورده مزيان، باش ما تجيش خاويه. ديما البنات الا غادي تخدموا الفوطي ديما الورده كتلقوا فيها شويه ديال العراض باش تعطيكم واحد النظره، تعطيكم واحد اللمسه زوينه. البنات غير بشويه حيت قاصحه شويه الفوطه، ما داك الطرف ديال الثوب تيكون شي شويه
كنبدا نعمرها ملي كنكمل كنبدا نعمرها من الوسط بعليفات ما عندهمش الراس، يعني عليفات بلديين يكونوا طوال. كطلع الوردة ديالها زوينة، انا كتعجبني الفوطات يكونوا فيها غير الورادي ما يكونوش فيها العليفات هنا خارجين ليها من الجنب، كل واحد والذوق ديالو. المهم ان شاء الله غادي تتبعوا معايا ان شاء الله حتى نكمل هاد الوريدات هادو اللي بقوا ونعاود نرجعوا باش نكملوا المرحلة الثالثة. بالنسبة للبنات هذا هو الشكل النهائي ديال الفوطة كيف ما كتشوفوا معايا، راه كتجي تبارك الله راقية وزوينة. انا درت ليها الدونتيل ودرت ليها السينتا. بالنسبة للدونتيل، الدونتيل كتخيطوه يعني على حسب العرض اللي عندكم في الفوطة، كتشدوه كتخيطوه على المهم راه كلشي كيعرف يخيط الدونتيل. غير واحد الحاجة، كتدخلو السينتا هو الأول، كتدخلو السينتا بهاد الطريقة في هاد العوينات كلها. ملي كتبغيو تخيطو كتخيطو بها، يعني تقطعوها من هنايا وتخيطوها باش تفيكسا مع الفوطة باش ما تحيدش. صافي، يعني كتشدوها كيف قلت لكم على العرض ديال الفوطة، كديرو السينتا، كتجيبو السينتا من هنايا حتى لهنا وكتجبدو شي شويه للفوق، يعني تجبدوها شي شويه للفوق واحد 10 ديال السنتيم من هذا السينتا على جوج المرات. كتقطعوها كديروا فيها البابيونه هنايا في الوسط كما درت ليها انايا. طريقه سهله وكتبان الفوطه زوينه يعني ومختلفه. ديروها حتى في الفاتي ديال الحمام دوك الكبار، راه حتى هما كيجيو راقيين كيجيو زوينين. وهذا هو درس اليوم ان شاء الله باذن الله، وكنتمنى لا فيديو ينال اعجابكم وتستفدوا منه. وبالنسبه للتلميذات كنحييهم من هذا المنبر، هذا كنتمنى لهم التوفيق، ويا ربي يكون هذا الدرس هذا سهل عليهم ان شاء الله باذن الله. وتبارك الله عليهم كاملين مجتهدات متابرات، تبارك الله عليهم وباغيين يوصلوا، وان شاء الله احنا غنديروا يد في اليد ان شاء الله باش يوصلوا لذاك الشيء اللي بغاو. وحتى شي حاجه راه ما صعيبه، كل شيء باذن الله سهل، ديري غير يدك في الحاجه وربي سبحانه وتعالى كيكمل لك. ايوا الحمد لله على كل حال وعلى فضل الله سبحانه وتعالى، كلنا عايشين بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو درس اليوم، وكنتمنى يعجبكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله وجديد إن شاء الله بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.